نفضل برضو مع وزارة الصحة واستعدادا لشهر رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطة لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات هيتم من خلالها تكثيف نشاط الجانب الوقائي وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، وكمان سحب عينات من المعروض من كل المعروض في السوق من الأغذية والمتعلق بالشهر الكريم. كمان هيتم تكثيف التفتيش على المطاعم وبالأخص اللي بتقدم وجبات الإفطار الجماعي والتأكد من إنها بتستوفي الاشتراطات الصحية. كمان تكثيف المرور على الأسواق العامة وأماكن الباعة الجائلين، ده غير رفع درجة الاستعدادات في جميع المستشفيات العامة والمركزية، وكمان التأكد من توافر الأطقم الطبية.